يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. حلقتنا النهاردة أكيد فيها أخبار كتير عن النادي الأهلي، لكن خلينا نبدأ بالجمعية العمومية العادية لنادي الأهلي واللي كانت امبارح وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة عليها عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية بحضور 2771 عضو بس هم اللي قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق الباب الساعة 7 مساء. بكده طبعا اللجنة فوضت مجلس الإدارة بمناقشة جدول الأعمال الكامل عدا طبعا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، كمان هيتم احالتهم للجهة الإدارية واللي هتقوم برضو بدورها بأحالتهم للجهاز المركزي للمحاسبات، وده طبعا بيعتبر ثقة كبيرة جدا من أعضاء الجمعية العمومية أعضاء النادي الأهلي في مجلس الإدارة. كمان هنتكلم النهاردة عن فريق الكرة اللي وصل تدريباته النهاردة الصبح استعدادا طبعا لمواجهة المقاولين العرب في الدوري، هنطمنكم طبعا عن الفريق وعن أخبار المصابين قبل العودة مرة تانية للعب في الدوري في البطولة اللي حصلنا عليها 40 مرة قبل كده، وان شاء الله تكون مباراة المقاولين دي تعتبر صفحة جديدة للفريق عشان يواصل مشواره ويحقق بطولة الدوري الرقم 41 في تاريخه. كمان هنتكلم في كل الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفينا في الخارج، ويكون كمان عندنا جولة في السوشيال ميديا، وهيكون ضيفنا النهاردة الأستاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الأهرام. والبداية دايما كالعادة بأهم وأبرز عناوين حلقتنا النهاردة. تفويض مجلس الأهلي بمناقشة جدول العمومية وإحالة الميزانية للمحاسبات. العمري فاروق: الأهلي مستقر، نعمل في صمت وانتظروا صفقات يناير. جلسات مكثفة للاستقرار على المدير الفني الجديد والإعلان عنه قريبا. الفريق الأول يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب. الشناوي يغيب عن الأهلي 3 أسابيع للإصابة. عبد الحفيظ يعاقب عاشور ويغرم مؤمن للغياب عن التدريبات. ألكسندر أرنولد: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم. من أهم عناوين حلقتنا النهاردة نروح معاكم لأهم الكلام اللي اتقال والأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الجرايد. الأهرام: تفويض مجلس الأهلي بمناقشة جدول العمومية وإحالة الميزانية للمحاسبات. أخبار الرياضة: مشوار التصحيح ينطلق في الأهلي. الوطن: الأهلي يواصل رحلة الإنقاذ. الأخبار المسائي: الخطيب يسابق الزمن، جلسات مكثفة للاستقرار على المدير الفني الجديد والإعلان عنه قريبا. اليوم السابع: الأهلي يفتح خزائنه للمدرب الجديد وظروف خاصة تبعد فيريرا. جوزيه يرشح مدربين لعبد الحفيظ. طارق سليمان يعود لتدريب حراس المرمى، والأحمر يواصل الاستعداد للمقاولون العرب. الجمهورية: دياز في الصورة، يوسف باقي وتغييرات جديدة في الأهلي. أخبار الرياضة: عودة من جديد للمعترك المحلي لأمل في ذئاب الجبل. روزو اليوسف: يوسف يفتح صفحة جديدة مع الأهلي. أخبار الرياضة: محمد يوسف في بعد تولي منصب المدير الفني المؤقت، دعموني المهمة صعبة. أخبار الرياضة: بعد المهمة المزدوجة لعبد الحفيظ، هيكلة كاملة والإطاحة بنص دستة لعيبة في التقرير السري. الأهرام: عبد الحفيظ يعاقب عاشور بسبب مباراة الوصل ويغرم مؤمن للغياب عن التدريبات. نروح معاكم لتفاصيل أهم المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي، وهنبتدي مع أخبار الرياضة اللي قالت إن صرح محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الأهلي إنه بيتمنى إنه يكون عند حسن ظن الجميع، وقال إن الفريق بيمر طبعا بظروف صعبة جدا دلوقتي، وقال إن خسارة بطولتين والهجوم على اللعيبة أمر كفيل بإنه يقضي على نفسية كل لاعب في النادي الأهلي. قال كمان محمد يوسف إنه بيسعى إن هو ينجح في المهمة الصعبة جدا، ولكن بيتمنى إن يستمر الدعم والمساندة من جمهور النادي الأهلي وكل من ينتمي للقلعة الحمراء في الفترة دي عشان يقدر ينجح في مهمته. وأكد كمان إنه بيتمنى إنه يسلم الراية للمدرب الأجنبي اللي جاي في ظروف أفضل، وإنه ينجح في مهمته المؤقتة برغم صعوبتها. قال كمان المدير الفني المؤقت إنه قفل صفحة الماضي وطالب من اللعيبة
ان هم ياكلوا وان في عناصر جديده هيتم الاعتماد عليها وانه ما اخذش فرصه في الفتره اللي فاتت عشان يثبت جدارته، وكمان ما ينفعش يتحكم على الفتره اللي فاتت في الوقت الحالي. كمان اخبار الرياضه قالت انه بيواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكوره المؤقت في النادي الاهلي واللي كلفه كابتن محمود الخطيب بملف قطاع الكوره المهمه طبعا الصعبه والمستوجه في نفس الفتره الحاليه من اجل وضع الرتوش النهائيه قبل ما يسافر لالمانيا عشان يجتمع برئيس النادي الاهلي واللي طبعا بيقضي دلوقتي فتره نقاهه بعد العمليه الجراحيه واللي اجراها من ايام. عبد الحفيظ من ساعه ما تم تكليفه بالاشراف على قطاع الكوره وتقديم تقرير شامل عن كل ما يشمل هذا القطاع وترشيحاته للأسامي اللي يتم تكليفها بمناصب رسمية في قطاع كرة القدم في النادي الأهلي انتهى من وضع كل كبيرة وصغيرة بعد ما فعلا عمل بطريقة متواصلة على مدار أكثر من أسبوع عشان يحط خطة غربلة لقطاع كرة القدم في النادي الأهلي. رفض سيد عبد الحفيظ أنه يصرح بأي معلومة عن التقرير اللي وصفه بأنه سري وأنه هيتم الإعلان عن القرارات كاملة عن طريق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وبعد الاجتماع دي إن شاء الله عشان يتم اعتماد التقرير ده رسميا. كمان الأهرام قالت أن قرر سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة توقيع عقوبة مالية مغلظة على حسام عاشور كابتن الفريق نظرا لما بدر منه في مباراة الوصل الإمارات الأخيرة واللي شهدت اعتراضه على حكم المباراة وصلت الغرامة دي ل 100,000 جنيه إضافية. كمان قال مصدر جوه الجهاز الفني للنادي الاهلي ان عبد الحفيظ كمان قرر ان هو يوقع غرامه ماليه على مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي بسبب غيابه عن تمرين الفريق من غير ما يحصل على اذن من الجهاز الفني. دي كانت تقريبا اهم العناوين واهم الاخبار والتفاصيل اللي اتقالوا عن النادي الاهلي في الجرايد من امبارح للنهارده. دلوقتي بقى تعالوا نشوف مع بعض الكلام والاخبار اللي اتقالوا عن النادي الاهلي لكن على مواقع الانترنت. يلا كورة العمر الفاروق الأهلي مستقر نعمل في صمت وانتظروا صفقات يناير. الشروق العمري أدعم الخطيب لأبعد مدى ماذا سأستفيد من التكتل ضده. الموقع الرسمي للنادي الأهلي عبد الحفيظ يطمئن على أزارو في جلسة خاصة. الموقع الرسمي للأهلي أزارو يخضع لفحص طبي غدا لحسم موقفه أمام المقاولون. فيتو الأهلي يعلن غياب الشناوي 3 أسابيع. البوابة الأهلي يجهز إكرامي لمواجهة المقاولون. عادل مصطفى يشرف على المران التأهيلي لثلاثي الأهلي. المصري اليوم كوليبالي ينتظم في تدريبات الأهلي وأزارو يكتفي بالتأهيل. الوطن سبورت يوسف يجهز مؤمن زكريا لموقعة المقاولون العرب. الموقع الرسمي للنادي الأهلي الأهلي يفتتح فرع جديد لأكاديمية الكرة بمحافظة سويس. نروح معاكم سريعا للتفاصيل من مواقع الانترنت ونبتدي من موقع يلا كوره. موقع يلا كوره قال ان العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي اكد ان في حاله من الاستقرار بيعيشها النادي في الفتره الاخيره وقال كمان ان هو مقدر جدا لحزن الجماهير على نتائج فريق كره القدم الاخيره في دوري الابطال الافريقي وفي كاس العرب. وقال كمان العمري فاروق في تصريحات ليه النهارده انه امر طبيعي عدم ظهوري في وسائل الاعلام من ساعه الانتخابات ونحن نعمل في صمت. عقدنا عدد قياسي من الاجتماعات من أجل تنظيم العديد من الأمور في النادي خصوصا طبعا الأمور المالية بعد تسلمنا النادي من المجلس السابق. وقال كمان بالطبع واجهة النادي الأهلي دائما هي فريق كرة القدم فهمها كان حجم كبير للعمل داخل المجلس. طبعا عدم استقرار نتائج الكرة بيكون لي أثر سلبي كبير نقدر ان احنا نلحظه وبنقدر تماما حزن جمهور النادي الأهلي في كل مكان وبنحترم كل الآراء وأيضا نتحمل المسؤولية نعلم ان الأهلي بمثابة الحياة بالنسبة لعشائه. وقال كمان الأهلي خسر بطولتين وأيضا لو نظرنا للجانب الاستثماري سنجد ان الأهلي خسر الملايين من الدولارات بسبب البطولتين لكننا سنعمل على إعادة بناء فريق كرة القدم وعلى الجميع تذكر فترة 2004 وما حدث بعد ذلك من بناء لفريق سيطر على البطولات.
كمان الشروق قالت أن نفى العامر فاروق نائب رئيس النادي الأهلي أي مزاعم لخلاف أو انقسام بينه وبين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد خسارة دوري أبطال أفريقيا والخروج من البطولة العربية. قال العامر فاروق في تصريحات لي الخطيب اختارني نائب لي، ما الفائدة من تكتلي ضده؟ وأكد للجميع أنا في ظهر الخطيب لأبعد مدى، فالكل يعمل على قلب رجل واحد حبا في النادي الأهلي. وتساءل لا أستوعب لماذا الإصرار على إحداث الفتنة بين أعضاء مجلس الإدارة، الأهلي كيان كبير ومستقر لدرجة كبيرة. نروح للموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي عمل جلسة مطولة مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق على هامش تمرين الفريق النهاردة الصبح، وجاءت الجلسة للإطمئنان على اللاعب وتحفيزه للمرحلة المقبلة واللي بتشهد العديد من الارتباطات القوية في مسابقة الدوري. غاب أزارو عن تدريبات الكرة النهاردة، اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية فقط بسبب طبعا تورم وجه القدم اللي حرمه من تمرين امبارح. كمان مكملين من الموقع الرسمي لنادي الأهلي اللي قال إن خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قال إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق هيخضع لفحص طبي أخير قبل تمرين بكرة عشان يحسموا موقفه من المشاركة قصاد المقاولين العرب. وقال كمان إن اللاعب أدى النهاردة تدريبات تأهيلية لكن لسه هو بيشتكي من تورم في منطقة وجه القدم وده اللي أعاقه عن ارتداء حذاء الكرة. وقال كمان وأوضح إن في محاولات لتجهيز اللاعب لمباراة المقاولين العرب وهتبقى المحاولات دي مستمرة حتى اللحظات الأخيرة حيث يحسم الفحص الطبي بكرة إن شاء الله موقف اللاعب من المباراة. كمان موقع فيتو قال إن خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عن التدريبات الجماعية لمدة 3 أسابيع. وقال كمان إن اللاعب أجرى أشعة أثبتت تمزق في العضلة الضمة بمقدار 3 ملم، ويتعرض الشناوي لإصابة في مباراة الوصل الإماراتي الأخيرة في كأس زايد للأندية الأبطال. موقع البوابة كمان قال إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بقيادة محمد يوسف بدأ إن هو يجهز الحارس شريف إكرامي للدفع بأساسي في المباراة المقبلة أمام المقاولين العرب بعد إصابة محمد الشناوي بألام في العضلة الضمة. استقر الجهاز على إشراك شريف إكرامي أساسي في مباراة الثلاثاء المقبل عشان يعوض غياب الشناوي. كمان الوفد قال إن عادل مصطفى المدرب المساعد في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي قاد تدريبات خاصة لثلاثي الفريق أحمد حمدي، عمار حمدي وأحمد ياسر ريان، ثلاثي الفريق صباح اليوم يوم الأحد على هامش تمرين الفريق الجماعي حيث أدى الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حوالين الملعب. كمان المصري اليوم قال ان المالي سليف كوليبالي مدافع الفريق الاول لكرة القدم في النادي الاهلي انتظم في تدريبات الكرة صباح اليوم الاحد على ملعب التتش في الجزيرة. اللاعب اكتفى باداء تدريبات استشفائية امبارح على هامش تمرين الفريق المسائي بسبب الاجهاد العضلي. كمان الوطن قال ان مؤمن زكريا لاعب الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي خاض تدريبات بدنيه اضافيه بعد انتهاء تمرين الفريق النهارده الصبح على ملعب مختار التتش في الجزيره. واشرف محمد يوسف المدير الفني للفريق على الفقره البدنيه اللي خضع ليها اللاعب بعد انتهاء التمرين الصباحي حيث يسعى المدير الفني المؤقت لتجهيز اللاعب لموقعه المقاولين العرب بسبب الاصابه الموجوده حاليا او الاصابات الموجوده حاليا في الفريق. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا كريم احمد مراسل قناه نادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في التدريب الصباحي لفريق كره القدم على ملعب مختار التتش. مساء الخير عليك يا كريم. اهلا بيك يا شيما، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل المشاهدين. مساء الفل عليك، عايز اطمن منك على استعدادات النادي الاهلي لمواجهه المقاولين العرب ان شاء الله يوم الثلاث المقبل، وعايزه برضو اطمن منك على حاله المصابين النهارده في الفريق. تدريبات يمكن زي ما نقول استعدادات قويه بالنسبه للنادي الاهلي بعد طبعا الخروج من البطوله الافريقيه. الاهلي والمقاولين العرب استاد السلام ان شاء الله يوم الثلاثاء
في بطوله الدوري العام، بيستأنف النادي الاهلي من جديد مباراه الدوري العام بقياده طبعا الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت، كابتن سيد عبد الحفيظ ايضا كمان مدير الكره. النهارده يمكن شفنا لاول مره بيكون متواجد كابتن عادل مصطفى المدرب المساعد لفريق النادي الاهلي، كان المفروض يكون متواجد في تدريب الامس، لكن النهارده كان اول ظهور ليه مع الجهاز الفني لفريق النادي الاهلي. بدا المباراه النهارده شيما في الساعه 9:30 صباحا بحضور جميع اللاعبين مع الجهاز الفني. كانت محاضره سريعه داخل الملعب مختار السيفش للكابتن محمد يوسف والكابتن طاهر عبد الحفيظ من اجل تجهيز طبعا اللاعبين من الدور النفسي بشكل كبير جدا، شغال عليه الجهاز الفني على تهيئه اللاعبين في هذه المباراه، مباراه المقاولون العرب زي ما قلنا قبل كده بطولتين، الخروج بطولتين في وقت قليل جدا ده يمكن ليه تاثير كبير على لعيبه النادي الاهلي، فاكيد الجانب الفني مع الجانب النفسي في شغل كبير جدا يبذل من الجهاز الفني، وواضح كمان من تدريب اليوم عقب انتهاء طبعا المحاضره اللي ممكن استغرقت 10 دقائق فقط في داخل مقر السيتش. بدا التدريب يمكن سريعا كابتن محمد يوسف كالعاده بعض الجري حوالين الملعب، النهارده كان في بعض الفقرات البدنيه للاعيبه النادي الاهلي، لكن كمان لو بكلمك على اللعيبه اللي كانت النهارده يمكن فصل الكابتن محمد يوسف بعض اللاعبين، حاول ان هو يصحح الاخطاء بشكل كبير جدا، عمل تقسيمه في منتصف الملعب شارك فيها يمكن عدد من اللاعبين وليس كافه اللاعبين، في بعض اللاعبين النهارده ما شاركتش في التدريب الجماعي، كان ليهم بعض الفقرات البدنيه، وقف اكثر من مره كابتن محمد يوسف التدريب لشرح التمركزات بالنسبه للاعبين، اتكلم على الاخطاء اللي يمكن تواجد فيها لعيبه النادي الاهلي في المباراه الاخيره وهي مباراه الوصل الاماراتي. النهارده كمان شفنا مؤمن زكريا كان النهارده كان مركز بشكل كبير جدا في التدريب، كان جلسه منفرده مع الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ، من الواضح ان في تجهيز كبير لمؤمن زكريا خلال الفتره القادمه، وده اللي احنا شفناه النهارده في الملعب عقب انتهاء المباراه مباشره، خاصه الكابتن محمد يوسف يمكن 10 دقائق او 15 دقيقه لمؤمن زكريا، عمل فيها بعض الاسبرنتات وبعض الاحمال، يعني في دور كبير من الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقه البدنيه لمؤمن زكريا. وعلى ذكر مؤمن زكريا كمان في هذه اللحظات مؤمن لسه يعني خلص تدريبه الثاني على مدار اليوم، النهارده يمكن كان في تدريب لفريق النادي الاهلي كالعاده الساعه 9، مؤمن زود بعد التدريب والنهارده كمان مع عادل مصطفى المدرب المساعد ب 35 دقيقه، شفنا مؤمن زكريا بيأدي ايضا كمان بعض التدريبات بعض الاحمال، يمكن زي ما بنقول في تجهيز كبير هيكون للعدد كبير من اللاعبين على راسهم مؤمن زكريا للتواجد ان شاء الله خلال المباريات القادمه، هيكون في تلاحم كبير يا شيما خلال الفتره القادمه بالنسبه للمباريات، ولابد يكون كل اللعيبه ان شاء الله جاهزه لمباريات الدوري العام وايضا كمان النسخه الجديده من البطوله الافريقيه. النهارده كمان عايز نطمن كل جمهور النادي الاهلي على وليد ازارو، النهارده وليد ازارو كان لابد يكون متواجد او كان المفروض يكون متواجد النهارده في التدريب الجماعي، لكن يمكن عنده بعض التورم في رجليه، ويمكن النهارده سالنا طبيب النادي الاهلي خالد محمود قال يمكن هو ما عرفش يمكن يلبس الجزمه بتاعته النهارده ينزل ان هو يتدرب فيها، وان هو اعاقته بشكل كبير جدا، لكن في غدا هيكون اختبار طبي لوليد ازارو في تجهيز، وفي يمكن حاله يمكن من الجهاز الطبي بيحاولوا ان هم طبعا يجهزوا وليد ازارو، لكن صحيح. من الواضح حتى هذه اللحظه الكدمه القويه والتورم الكبير ده مؤثر على وليد شويه، لكن بكره ان شاء الله يكون في اختبار طبي قبل المران ان شاء الله. وليد ازارو فعلا ما كانش عارف النهارده يلبس جزمه تمرين بسبب التورم ده، دي حقيقه بالظبط. طيب انا عايز اعرف برضو منك يا كريم الجدول لغايه ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي، دول التدريبات او البرنامج اللي هيحطه النادي الاهلي لغايه يوم الثلاث ان شاء الله. يمكن بكره ان شاء الله باذن الله تدريب النادي الاهلي يكون التجمع الساعه 3، تدريب الساعه 4 عصرا، مباشره بعد انتهاء التدريب هيتوجه النادي الاهلي الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه الاهلي والمقاولون العرب. يوم المباراه طبعا يوم الثلاثاء كالعاده في فندق الاقامه يكون يمكن في بتكون وجبه فطار فيها الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء بيكون فيها الساعه 2:30 ظهرا نظرا لوجود المباراه فيها الساعه 7، وتنطلق النادي الاهلي وحفله النادي الاهلي فيها الساعه 5:30 متوجهه الى استاد السلام ليستقبل المباراه. ان شاء الله باذن الله تكون الامور مطمئنه لفريق النادي الاهلي، غدا يكون في التدريب ان شاء الله ما يبقاش في اي اصابات، اللعيبه تكون سليمه باذن الله، في عدد اصابات كبيره يا شيما انت عارفه، احمد فتحي ناوي محمد هاني وعمرو السوليه عدد كبير بيغيب عن فريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه جديده لفريق النادي الاهلي في مباراه المقاولين لاستعاده شخصيه النادي الاهلي من جديد واستعاده سلسله الانتصارات التي غابت عن النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كان متواجد النهارده في التدريب الصباحي للنادي الاهلي. نرجع نكمل معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وهنوصل معاكم للموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان النادي الاهلي افتتح فرع جديد لاكاديميه الكوره في محافظه السويس في حضور خالد بيبو مدير الاكاديميات، وده في اطار سياسه النادي بفتح فروع جديده في مختلف المحافظات من اجل اكتشاف المواهب والعمل على تنميتها وضم الابرز منها للقطاع الناشئ.
الناشئين في النادي الاهلي. شهد حضور النهارده الافتتاح فرع الاكاديميه بمحافظه السويس حشد كبير جدا، وصل عدد المشاركين في اليوم 350 مشترك. طيب دلوقتي هنروح معاكم للتقرير نشوف فيه كواليس افتتاح اكاديميه النادي الاهلي في السويس ونرجع تاني. طبعا انا عارف ان في السويس هيبقى في تجمع اهلاوي كبير جدا، والحمد لله يعني احنا السنه دي كان الفكره ان احنا كل الفروع هنفتحها لازم تبقى بالشكل ده، لازم تبقى فرع قوي جدا وفرع يليق باسم النادي الاهلي. وانا عارف ان في السويس الاهلاويه كتير، وعارف ان الناس اللي بتحب الرياضه في السويس كتير واللي محتاجين ان احنا نبقى موجودين معاهم، عشان كده ان احنا حبينا نبدا بالسويس. وان شاء الله الفتره الجايه دي هيبقى فيه حاجات كتيره قوي، وان شاء الله تبقى قناه النادي الاهلي معانا. انما طبعا يعني السويس المكان اللي انا اتربيت واتولدت فيه، فكان لازم نبدا بيه بشكل كويس جدا، عشان كمان هو كان اكتر مكان جاهز معانا. انا سعيد جدا بان في جماهيريه كبيره جدا في السويس، حاجه بتسعدنا احنا كلاعيبه. احنا بندور على الناشئ اللي يخدم النادي الاهلي، ودول يمكن فيهم لعيبه كويسه كتير جدا، واحنا احنا هدفنا من الاكاديميه ان احنا نطلع لعيبه لقطاع الناشئين ثم الفريق الاول، فباذن الله يمكن يطلع من مصر كلها، مش هقول من السويس بس. وانا اتمنى ان احنا نعمل في بورسعيد واسماعيليه وسويس وخط القناه كله، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نطلع ناشئين تخدم النادي الاهلي باذن الله. بشكر طبعا الاستقبال الكبير ده، مسؤولين هنا في الفرع في فرع النادي الاهلي في السويس، وان شاء الله تبقى بدايه الحمد لله بدايه كويسه جدا بالنسبه للعدد كافتتاح. تاني حاجه بشكر كل الناس اللي هي استقبلتنا النهارده في السويس، وان شاء الله انت عارف النادي الاهلي اسم كبير، والنادي الاهلي دايما يعني بيحاول يكون في افضل شكل، واحنا الحمد لله في اكاديميه النادي الاهلي في فروع كتير جدا، في اسيوط وفي الصعيد كله وفي اسكندريه ومنصوره وفي القاهره طبعا مدينه نصر والسعوديه، يعني فروع كتيره جدا والشيخ زايد. فان شاء الله باذن الله الفروع تزيد اكتر. انت عارف النادي الاهلي اسم كبير، كل الناس بتحب تلعب كوره هتبقى من خلال النادي الاهلي، ولان اللعيب بيبقى تعرف هو صغير نفسه ان هو يلعب في النادي الاهلي، وعايز يبقى طموح يبقى زي صلاح وزي اللعيبه الكبار اللي هو اللي موجوده دلوقتي. فان شاء الله بتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وتبقى بدايه ليهم ان هو صغير يعرف يعني ايه فنية النادي الاهلي. دي حاجه كويسه جدا، بتبقى حاجه شرف للواحد ان هو يعني يطلع نشئ كويس قبل ما يبقى لعيب كويس، يبقى هو رياضي كويس عنده اخلاق كويسه. انت بتبعده عن حاجات كتيره جدا طبعا، يعني حته الرياضه دي نفسها الناس كلها عارفه ان هي بتبعدك عن حاجات كتيره جدا مش كويسه في الوقت كمان اللي احنا فيه دوت. فيعني بنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نشتغل في المجال دوت، ان انت تطلع حاجه كويسه تفيد البلد باذن الله وتفيد الرياضه المصريه. من شهر 6 اللي فات بمجرد ما كابتن خالد تولى منصب مدير عام الاكاديميات، والراجل طبعا كان بيكمل، طبعا انت عارف النادي الاهلي منظومه محترمه كله بيكمل بعضه، فبالتالي احنا اول ما كابتن خالد مسك كلمته طبعا، والراجل طبعا رحب بالفكره جدا، وخصوصا ان هو عارف ان في مواهب كتير جدا في السويس، والحمد لله ربنا يكرمنا ان شاء الله نبقى عند حسن ظنه باذن الله وظن لجنه الكوره اللي وافقت الحمد لله على كلام الكابتن خالد، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه باذن الله. طبعا السويس فيها مواهب كتير ومصر كلها مواهب، بس اللي يكتشف المواهب. احنا دلوقتي كمدربين وادارات انديه بتدور على الحاجه السهله طبعا، ويعني يعني اكبر رد الكلام ده احنا في النادي الاهلي كان كل موسم بيطلع اقل حاجه 6-7 لعيبه الدوري الفرقه الكبيره. دلوقتي حضرتك لو تعد مثلا كام كل سنه كام واحد بيطلع، اللي بيجي دلوقتي عايز اللعيب الجاهز، يعني برضو عايز اخد بطوله، ضغط الادارات والنتائج لو مش كويسه المدير الفني بيمشي، فطبعا كله بيركز في الجاهز. لكن مصر كلها مواهب والسويس فيها مواهب، يعني انا النهارده متفائل طبعا الكابتن خالد والكابتن عبد النبي عاشور المدير الفني والناس اللي جايين النجوم اللي جايين، انا حاسس ان النهارده هياخدوا كذا لعيب من السويس، لان في لعيبه مميزه جدا ومهاراتهم عاليه جدا، بس عايزين اللي يكتشفهم يعني. طيب
رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم ده اهم الاخبار المحليه والعالميه كمان اخبار محترفينا في الخارج. سوبر كورة عامر حسين حكام اجانب لمباريات بيراميدز في الدوري باوامر ابو ردة. الشروق عواد كفايه كلام عن تعرضي للظلم مع المنتخب. الوفد الداخليه يرفض معاقبه عبد العال ويطالب بمحاسبه جماهير الزمالك. يلا كوره مصدر في انبي اتفقنا مع الحضري على ضمه وننتظر فسخ عقده مع الاسماعيلي. فيتو عموميه الاولمبيه تناقش الميزانيه والحساب الختامي 17 ديسمبر. الوطن سبورت النجم ليفربول صلاح الافضل في العالم حاليا. سكاي نيوز صلاح يسخر من راموس وكلوب يعلق بغضب. اس باريس سان جيرمان يغري دخيا بعرض خيالي. سبورت 360 برشلونه يكشف عن مده غياب سيرخي روبرتو. كوره برشلونه يعلن اصابه نجمه بالرباط الصليبي. نروح معاكم لأهم التفاصيل وهنبتديها بالأخبار المحلية من موقع سوبر كورة. اللي قال إن أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات إنه تم الاتفاق على تعيين حكام أجانب في المباريات القادمة لنادي بيراميدز بداية من لقاء النجوم ضمن مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء اللي جاي. وقال عامر حسين إنه من حق فريق بيراميدز إن هو يطالب بتعيين حكام أجانب وتم العمل الآن على توفير طاقم حكام أجانب وجاء هذا الأمر من أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. كمان الشروق قالت ان بيسعى محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي للتركيز فقط في مباريات فريقه لفرض نفسه على التشكيل الاساسي لمنتخب مصر. وصرح عواد كفاية كلام عن تعرضي للظلم مع المنتخب لاني تعبت من هذه النغمة التي اثرت بالسلب علي في الفترة اللي فاتت. واضاف حارس الاسماعيلي اركز في عملي مع فريقي لانني اثق طالما اعمل بجدية ستأتي فرصتي لا محالة. كمان موقع الوفد قال ان اكد اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الكوره في نادي الداخليه ان نادي لن يعاقب علاء عبد العال المدير الفني على اشتباكه مع جماهير نادي الزمالك خلال اللقاء اللي انتهى بفوز نادي الزمالك 2-1 في الجوله الخامسه او ال15 من الدوري الممتاز. شدد الدسوقي على ان الاشاره بالقميص لا تعني اهانه او تقليلا من الجمهور وانه بيطالب اتحاد الكوره بمحاسبه جماهير نادي الزمالك عما بدر منها وتعجب من وجود جماهير الزمالك في المدرجات التي تقع خلف دكة فريق الداخلية. كمان موقع يلا كورة قال ان اكد مصدر مسؤول في انبي ان النادي تم اتفاقه مع عصام الحضري حارس مرمى الاسماعيلي من اجل ضمه للفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير اللي جاي. وقال المصدر الرغبة في تدعيم مركز حراسة المرمى بحارس بيمتلك خبرات كبيرة كانت الدافع في ان يتم وضع عصام الحضري في اول اهتماماتنا. انبي بقيادة خالد متولي اعتمد على الثلاث حراس في هذا الموسم حيث شارك عمرو حسام في بداية الدوري قبل الاستعانة بعبد العزيز البلعوطي ومحمود جاد في الجولات الماضيه. وقال كمان المصدر اللي رفض الكشف عن اسمه ان نادي انفي بينتظر فسخ التعاقد ما بين الاسماعيلي والحضري عشان يحسم هذا الملف بشكل نهائي. كمان الوطن سبورت قال ان اكد الكسندر ارنولد نجم فريق ليفربول الانجليزي ان زميله الدولي محمد صلاح بيملك قدرات فنيه وبدنيه عاليه جدا ممكن تخليه الافضل في العالم. قال كمان ارنولد خلال تصريحات اذاعيه محمد صلاح لاعب عالمي ويثبت ذلك بمرور الوقت لقد اظهر قدرته على التكيف مع مراكز مختلفه وقد اظهر ذلك في الاهداف التي سجلها حتى الان هذا الموسم الامر لا يزعجه حقا.
سكاي نيوز كمان قالت ان تسبب احتفال محمد صلاح بهدفه في مباراة واتفورد لفت الانظار، ولكن ما فعلوا بسبب طريقة الاحتفال غير المعتادة، وربط الجميع احتفال محمد صلاح بقائد ريال مدريد سيرخيو راموس، خصوصا بعد الخلاف اللي كان ما بينهم منذ مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا بعد التدخل الاخير العنيف ضده. من جانبه قال يورجن كلوب انه لا يعرف سبب احتفال محمد صلاح بتلك الطريقة، ولم يشاهد الاحتفال خصوصا وانه كان يحتفل هو الاخر بالهدف. كمان أسل الأسبانية قالت أن بيسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للحصول على خدمات الأسباني ديفيد دخية حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. كشفت تقارير أن باريس سان جيرمان بيستهدف التعاقد مع الحارس الأسباني بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع اليونايتد في نهاية الموسم، وأضافت أن النادي الباريسي بيستعد لدفع راتب يصل ل 68 مليون يورو ولمدة تعاقد بتوصل لأربع مواسم. كمان سبورت 360 قالت ان اعلن نادي برشلونه الاسباني مساء اليوم الاحد عبر صفحه رسميه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن مده غياب المدافع سيرخي روبرتو الظهير الايمن للفريق واللي خرج مصاب من مباراه اتلتيكو مدريد. واكد النادي الكتالوني برشلونه في بيانه الرسمي على تويتر عن معاناه الدوري الاسباني سيرخي روبرتو اللي بيبلغ من العمر 26 عام من اصابه بتمزق في العضله الخلفيه للساق اليسرى، ومن المقرر ان يغيب لمده تتراوح ما بين 3 لـ4 أسابيع. كمان موقع كورة قال أن أصدر نادي برشلونة بيان رسمي قال فيه أن لاعب الفريق رافينيا بيعاني من تمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى ويخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة. وشارك رافينيا في مباراة الفريق امبارح قصاد أتلتيكو مدريد واللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. دي كانت أهم أخبارنا المحلية والأجنبية كمان وأخبار محترفينا في الخارج. ودلوقتي معدنا مع جولة في السوشيال ميديا. هنبتدي فقرتنا النهاردة بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك، كل نعت محمد ممدوح أحد مشجعي النادي الأهلي اللي توفى في حادث ونشرت صورة لي وكتبت كنت دائما خلف الكيان وفي ساعة الرحيل لست وحدك قلوب عاشق الأحمر في موكبك. رحل محمد ممدوح ولكن ستبقى رائحة العطرة في كل مكان لن ننساك. كمان نشر محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تويتر صورة لمحمد ممدوح وكتب ربنا يرحمه ويغفر لي كفاية محبة وكلام الناس عليك، ومن ضل مخلصا مثلك في انتمائه واجب علينا جميعا الإخلاص له للنهاية، ربنا يصبر أهلك ومحبيك يا محمد. أما وليد سليمان لاعب النادي الأهلي نشر صورة على تويتر مكتوب عليها إن لله وإن إليه راجعون وكتب عمتي في ذمة الله أسأل الله لها الفردوس الأعلى. أكيد طبعا كلنا بنعزي كابتن وليد سليمان وبنشاركه حزنه البقاء لله إن شاء الله تكون آخر الأحزان. ومن الأحزان والنعي في بداية جولتنا في السوشيال ميديا نروح بقى لمايكل ليندمان مخطط الأحمال السابق في نادي الأهلي واللي وجه رسالته على تويتر لجمهور النادي الأهلي. كتب شكرا لمجلس إدارة النادي الأهلي على الوقت اللي قضيته وأنا ممتن أني قابلت زمايل وأصدقاء جداد وممتن لحب جمهور النادي الأهلي اللي خلاني أحس أن في بيتي وجزء من أسرة النادي الأهلي الرائعة. خليكوا إيجابيين ودعموا اللعيبة زي ما الأسرة بتحتم على أفرادها أنهم يدعموا بعض. الأهلي حديد. كمان هنروح لفوز ليفربول على واتفورد 3-0 في البريمير ليج. محمد صلاح نجم ريتس ومنتخبنا الوطني الأول أحرز الهدف الأول. نشر صورة لي من المباراة على تويتر. كمان نشرت صفحة فوري أمج على الانستغرام صورة لاحتفال محمد صلاح بهدفه في واتفورد وكتبت الفرعون المصري جاهز للاحتفال. كمان نشرت صفحة يلا كورة على الانستغرام صورة لمحمد صلاح وكتبت الكل يسقط أمام الملك. كمان نشر فيرمينيو لاعب ريتس صورة لي على الانستغرام من المباراة وكتب فوز كبير يا ولد. نشر خيمس ميلنر صورة من المباراة على تويتر وكتب بداية مثالية لأسبوع كبير باريس هي المحطة القادمة. شيردن شاكيري نشر صورة على تويتر وكتب فوز مهم اليوم أحسنتم يا رجال. نشر كمان حارس الريتس صورة على تويتر وكتب فوز صعب خارج ملعبنا تستحقون أيها الفتيان.
كمان هاري كين نجم توتنهام فاحتفل بالفوز على تشيلسي 3-1 واحرز الهدف الثاني للسبيرز، ونشر صوره من المباراه على الانستغرام وكتب يا له من اداء استمتعوا بليله السبت. كمان نشر داريالي لاعب توتنهام صوره من الاحتفال بالهدف الاول على تويتر وعلى ليس هناك شعور افضل من ذلك. نشر كمان موسى سيسوكو لاعب توتنهام صوره من المباراه على تويتر وكتب فوز كبير اليوم في الدربي اداء رائع من الفريق كله شكرا على دعمكم الان كل التركيز على دوري الابطال. اما سيرخيو اغويرو نجم المان سيتي فكتب على تويتر بعد الفوز الكبير على ويست هام 4-0 اداء قوي مره اخرى من الفريق باكمل الحفاظ على الصداره والان الى تحدي ثلاثاء في دوري الابطال. كمان نشر برناردو سوفا لاعب المان سيتي صوره من المباراه على تويتر وكتب 3 نقاط اخرى اداء رائع من الجميع. نيكولا أوتوماندي لاعب المان سيتي على الانستغرام نشر صوره من المباراه برضو على وقال فوز اخر و3 نقاط جديده احسنتم. كمان نشر لروي ساني صوره على تويتر من المباراه وكتب الاستكمال من حيث توقفنا قبل فتره التوقف الدولي. نشر كمان ديفيد دخيا حارس مرمى المان يونايتد صوره على تويتر من مباراه كريستال بالاس واللي انتهت بالتعادل السلبي وكتب فخور جدا بالوصول للمباراه رقم 250 في البريمير ليج شكرا مانشستر يونايتد وشكرا لكم جميعا على دعمكم. علقت صفحه جول على تويتر على تعادل المان يونايتد وكتبت يوم للنسيان في مانشستر يونايتد برغم التعادل. في الدوري الاسباني اتعادل امبارح اتلتيكو مدريد مع برشلونه بهدف لكل فريق وتعليقا على المباراه نشر سواريز لاعب برشلونه صوره على الانستغرام وكتب لقد نظرنا حتى النهايه. كمان في ايطاليا نشرت الصفحه الرسميه لنادي يوفنتوس الايطالي على تويتر صوره رونالدو من ماتش امبارح قدام سبال واللي انتهت بفوز السيده العجوز 2-0 وكتبت رونالدو اصبح اسرع لاعب في تاريخ اليوفنتوس يصل الهدف العاشر في كل المنافسات بعد الظهور 16 دي. كمان كريستيانو رونالدو لاعب اليوفنتوس وتعليقا على مباراه امبارح كتب على تويتر سعيد اني ساهمت في تحقيق فوز اخر مهم للفريق. كمان نشر ماريو ماندركيتش صورة من المباراة على تويتر وكتب شرف لي ارتداء شارة الكابتن والاحتفال بفوز مهم أشكر الجهاز الفني وأصدقائي على ثقتهم سأبذل قصارى جهدي دائما من أجل هذا القميص. أما صفحة 433 على الانستغرام فنشرت صورة للعيبة الدوري الإيطالي وكتبت لاعبو الدوري الإيطالي يضعون علامة حمراء على وجوههم لدعم حملة التوعية بالعنف ضد المرأة. كمان صفحة نادي باريس سان جيرمان على الانستغرام نشرت صورة لكافاني مهاجم الفريق بعد الفوز على تولوز 1-0 وكتبت الهدف رقم 98 لكافاني في ملعب حديقة الأمراء والفوز 14 على التوالي في الدوري الفرنسي. كمان داني ألفيتش نشر صورة على الانستغرام من المباراة وكتب أسعد يوم في حياتي المهنية. نشر كمان بوفون حارس مرمى الفريق صورة على صفحته على الانستغرام من المباراة وكتب الآن علينا التركيز في مباراة ليفربول في دوري الأبطال. أخيرا بقى نروح للحساب الرسمي لنادي ميلان الإيطالي واللي نشر صورة على تويتر وكتب اللاعبون استقبلوا مفاجأة خاصة امبارح أنا مشجعة عمرها 100 سنة جت في زيارة خاصة لفريق الميلان. مشاهدينا دلوقتي هنطلع معاكم لفاصل قصير ونرجع كمان نستقبل ضيفنا استاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الاهرام. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ونورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمد باهي الناقد الرياضي في الاهرام. مساء الخير على حضرتك منورنا. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين. أكيد النهاردة عندنا كلام كتير عن النادي الأهلي لكن خلينا النهاردة نبتدي بتصريحات لعمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي عن كابتن محمود الخطيب بيتكلم إن الأهلي مستقر وإن في ناس بتحاول إنها تثير الفتنة ما بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وقال إن هو بيدعم كابتن محمود الخطيب لما لا نهاية.
يعني بحسب كلامه قال ان هو بيرفض تماما الكلام اللي بيتقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الصحف والجرايد اللي بتشكك ان في مشاكل موجوده دلوقتي في مجلس اداره النادي الاهلي. هو الحقيقه طبعا التوقيت عليه عامل مهم جدا جدا ان يخرج من تصريحات من مصدر مسؤول ومن شخص مسؤول في التوقيت المناسب، يبقى التصريح المناسب في الوقت المناسب. صحيح. تأخر التصريحات بيجعل او بيخلي الازمه تتفاقم اكتر، والاسراع في التصريحات بيوقد نار الفتنه زي ما بيقولوا. كابتن عمرو فاروق او سيادة الوزير عمرو فاروق يعني زي ما بيقولوا طلع فعلا في وقت مناسب، وكان التصريحات دي مطلوبه جدا جدا، وان هو ينفي كل التصريحات المناهضه لمجلس اداره النادي الاهلي وكل ما قيل على وسائل الاعلام المتنوعه سواء المقروء او المرئي او المسموع او على المواقع الالكترونيه او على السوشيال ميديا. طبعا من شخص مسؤول جدير بالمسؤوليه العمر فاروق عندما تولى مسؤوليه الوزاره كان جديرا بها، وعندما رشح نفسه لمنصب نائب النادي ومجلس اداره النادي الاهلي كان جدير برضه، وفي نفس الوقت هو قال ان هو مع الكابتن الخطيب قبل واثناء وبعد الانتخابات، وهو في ظهره فعلا زي ما قال في المانشيت في مقتبل تصريحاته يعني. وبالفعل هو جدير بان هو يكون في ظهر محمود الخطيب في هذا التوقيت بالذات، خصوصا النادي الاهلي نادي مش اي مش مش اي نادي يعني، نادي هو نادي القرن وعلى راس الزعامه الجماهيريه في كل مكان في انحاء المعموره زي ما بيقول. كابتن عمرو فاروق واضح جدا ان هو فعلا مش محب شخصي لمحمود الخطيب بس، لا ده محب للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي، وبالتالي زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان طلع التصريح في وقته، لما يطلع التصريح في وقته يبقى دي ثقله وقيمته المعنويه. صحيح. طيب انا عايزه برضو اسال حضرتك، ليه الناس ابتدت تربط ما بين نتائج فريق كره القدم والاخفاق الافريقي والخروج كمان من البطوله العربيه، ليه حابه توجه المشاكل دي في مجلس اداره النادي الاهلي؟ بص هو طول عمر مجلس اداره النادي الاهلي يعني كره قدم يعني، ويمكن هو ده برضو في كلام العامري فاروق النهارده قال انا عارف ان اهم حاجه او ان واجهه النادي الاهلي هي فريق كره القدم. وفعلا انا حاسس ومقدر زعل وحزن جمهور النادي الاهلي على ضياع البطولتين دول. اكيد. بس هو الانديه الجماهيريه بالذات جماهيريه ليه؟ استمدت جماهيريتها من كره القدم. اكيد. استمدت شعبيتها من كره القدم، يعني لو بصينا المحله يعني ايه؟ من كرة القدم، نادي المحلة شعبي، نادي الترسانة، نادي الأولمبي، نادي كل الأندية الجماهيرية من استمدت من كرة القدم، الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد، كلهم يعني استمدت شهرتهم الطاغية من كرة القدم، فبالتالي النادي الأهلي يعني مش معقول هنيجي بقى على نادي القرن، النادي الأكبر شعبية طاغية اللي استمد شعبيته من كرة القدم، فبالتالي أي هزة أو إخفاق في كرة القدم خصوصا الفريق الأول بالذات، فطبعا ده بينعكس على أولي الأمر، أولي الأمر هنا يعني مجلس الإدارة، يعني أصحاب القرار، أصحاب الآراء سواء مجتمعين أو متفرقين، فبالتالي بيبقى عليهم تبعات هذه النتائج وعليهم مسؤوليات هذه النتائج سواء الخروج أو الاستمرار أو الوصول على منصة التتويج. إذا هنا إدارة واعية وإدارة بتفكر وإدارة مفكرة ومنفذة وإدارة خلاقة زي ما بيقولوا. لما بيبقى في إخفاق لا هنا بيبقى في محاسبة، ما حدش بيقول بقى إن دي في فشل وفي زريع والحاجات دي، لا هنا في محاسبة. من حق جماهير النادي الأهلي إنها تحاسب النادي الأهلي ومتمثلة في مجلس إدارته أيا كان على رأس القيادة الإدارية، ومن حقها إنها تحاسب لاعبتها ومن حقها إنها تحاسب الجهاز الفني، لكن مين في ايديه القرار؟ هو مجلس الاداره، لان مجلس الاداره جاي عن طريق جماهير وعن طريق اعضاء، مع اعضاء النادي هو جمهور في حد ذاته، لان انا عضو مثلا في النادي الاهلي يبقى انا بحب النادي الاهلي، يعني جمهور في النادي الاهلي، يعني انا بحب النادي الاهلي يعني بشجع النادي الاهلي وغيور على النادي الاهلي، فبالتالي انا عايز النادي الاهلي ده دايما بشوفه في البطولات، لان هو اكتر من حصد
بطولات، فبالتالي عودنا انا مثلا كجمهور النادي الاهلي عودنا على البطولات، انا كعضو في النادي الاهلي بنتمي للنادي الاهلي ففخور بالنادي الاهلي، فبالتالي لن اقبل بغير البطولات بديلا. صحيح صحيح، ويمكن هو ده التفكير اللي في النادي الاهلي، في جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي مش عايز، يعني مش عايز يتقبل ثقافه الهزيمه، لا انا عايز اكسب، وكمان وانا بكسب اكون بادي اداء كويس، يكون كل اللعيبه في فورمتهم، يكون اكون مقدم مباراه ممتعه. يعني هو ده او هو يعني تفكير جمهور النادي الاهلي دايما. اقول لك على حاجه، يعني مثلا خلاص احنا عودنا النادي الاهلي على كده، النادي الاهلي عود على جماهيره على البطولات. فما ينفعش واحد يطلع يقول ايه، فبقى حق مكتسب. اه بالظبط كده، ما ينفعش يقول احمد ربنا ان احنا خدنا بطوله مش عارف من 10 سنين ولا من 5 سنين ولا من 7 سنين، مفيش الكلام ده خالص. لا احنا يعني زي ما النادي الاهلي بيحب النادي، جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي بعشق وبينتمي لي وبينتمي لكيانه وبيشجعه بقوه وبحراره، فلازم يكون المقابل اسعاده بالبطولات. هو بيبقى سعيد بوصول الاهلي للبطولات، بيبقى سعيد لما النادي الاهلي بيبقى يرتقي دايما، بيكون الاول في الصف الاول، ما ينفعش يبقى في الصف الثاني. بالتالي خلاص احنا عودناه على كده، النادي الاهلي عود جماهيره على كده، يبقى هو لن يقبل منه اي شيء، يقبل منه ان هو يزعل ويغضب ويعاتب ويلوم. ولكن برضو يعني انا بشوف ساعات هجوم يعني مش المفروض ان هو يكون بالشكل ده من جمهور النادي الاهلي على اللعيبه، يعني بحس ان في برضو نقد كويس واحنا مساندينكم واحنا وراكم احنا معاكم، وفي برضو هجوم من نوع اخر ممكن يعني يضيع نفسيه كل لعيبه الفريق. بصي كره القدم لا تعرف العواطف. الحقيقه طول ما اللعيب في اوج فورمته البدنيه والفنيه والصحيه فبيتشال على اكف الراحه يعني، وبتشار على الاعناق. لو هو تراجع مستواه، اللعيب بالذات لو تراجع مستواه بتلاقي الغضب عارم غضب عارم على هذا المستوى. فبالتالي هي كره القدم دواره وغداره وساحره ومستديره وشريره وحبوبه، كل المتناقضات هتلاقيها في كره القدم. صحيح. فبالتالي لابد على اللاعب او المدرب او كل مسؤول ان هو يحاول يحتفظ لنفسه بهذا الكيان المتميز عشان ينصب في المصلحة العامة على مستوى الفريق. أنا كلاعب لابد أن أنا أسمع تعليمات، لازم أنام بدري، لازم أتمرن كويس، لازم الالتزام في كل شيء، عشان مين اللي هيحاسبني؟ عشان في حد هيحاسبني، حد هيحاسبني ماديا هي الإدارة، حد أو معنويا أو فنيا هو الجهاز الفني، أو سلوكيا أو الجمهور. الجمهور صحيح. أكبر حد يعاقب ويمدح في نفس الوقت. حقيقي. قبل كل حاجة، لأن اللعيب بيستمد قوته من جماهيره زي الفنان على خشبة المسرح. يعني شفنا برضو النهاردة تصريحات كابتن محمد يوسف بيطلب فيها من الجمهور إن هم يساندوا النادي الأهلي زي ما عهدناكم، قال لهم كده لازم تقفوا جنبنا، محتاجين مساندة جماهيرنا للفريق عشان نقدر نقدم حاجة كويسة إن شاء الله في الفترة اللي جاية، لأن الفترة الجاية أكيد هتكون صعبة على النادي الأهلي. بص هي محنة. هي يعني محنة، يعني النادي الأهلي مثلا كرويا حاليا في محنة، فبيطلب منحة. ما بين المحنة والمنحة يعني هو تغيير الحروف أو ترتيب الحروف. بيطلب منحة من جماهير النادي الأهلي إن هو يقف معاه ويسنده، من حقه إن هو دلوقتي طالما في شكل جديد، في هيكلة جديدة، في تغيير في الجهاز، اذا خلاص يبقى في تغيير في السلوك كمان. صحيح. وتغيير في نمط التشجيع كمان في الوقت ده. شفت ازاي يعني القرارات اللي طلعت بعد خساره اللقب الافريقي على طول بحاله يعني احلال وتجديد واعاده هيكله لفريق كره القدم او لقطاع كره القدم كله جوه النادي الاهلي. القرار ده رجع كابتن برده محمود الخطيب وقال انا كنت هاخد القرار ده سواء كنا فزنا او خسرنا هذا اللقب، ونجيب طبعا
بعديها على طول خساره او الخروج من البطوله العربيه، وده اللي ادى اكيد لاقاله باتريس كارتيرون ومايكل لينمان اللي ودعوا نادي الاهلي، وعدت هيكله بقى كبيره او يمكن تكون بشكل مؤقت في الوقت الحالي لفريق كره القدم دلوقتي. كابتن محمد يوسف هو المدير الفني المؤقت، كابتن سيد عبد الحفيظ هو مدير الكره المؤقت، واللي بيقوم دلوقتي كمان بعمل ملف كبير شامل عن قطاع كره القدم وكل ما يحتاجه النادي الاهلي في الفتره المقبله. شفت الخطوه دي ازاي؟ بص، احنا تعودنا من النادي الاهلي زي ما قلت في البدايه ان هو بياخد القرار في التوقيت السليم. ايه هو التوقيت؟ التوقيت يا اما في بدايه الموسم قبل فتره الاعداد واختيار جهاز فني يقود الفريق ويختار لاعبين، او في فتره التوقف اللي هي ما بين الدورين، او في فتره التوقف الحاليه. فاذا هنا اختيار القرار التوقيت واتخاذ القرار بيعتمد في المقام الاول والاخير على عنصر التوقيت. اذا هنا هل هو عنصر التوقيت مناسب لاجراء او لاحداث كل هذه التغييرات في الوقت الحالي؟ نعم، الوقت يسمح، الوقت يسمح، خصوصا النادي الاهلي غني بابنائه كتير، وده مش اول مره الاهلي يتعرض للهزه دي، او مش اول مره يتعرض لتغيير في عناصر اللعبه زي ما بيقولوا او في الجهاز الفني. صحيح. محمد يوسف او مستمر شويه لحد لحين الانتهاء من ملف المدير الفني الاجنبي القادم خلال الايام القليله القادمه، ومع طبعا سامي قمصان ومعهم بقيه الجهاز اللي تم اختياره. فالاهلي قادر، وده حصل قبل كده، حصل قبل كده لما فاكرين قبل كده حسام البدر لما تولى المسؤوليه بعد مانويل جوزيه، فاكرين محمد يوسف برضه تولى المسؤوليه في 2013 بالظبط. في اكتر بمدرب، وكان فتحه خير على المدربين دي. اخر واحد توج ببطوله افريقيا هو كابتن محمد يوسف يعني بالظبط 2013، وكانت فتحه خير، وكانوا وشقوا طرائقهم لان هم يكونوا مديرين فنيين او رجل اول سواء في النادي الاهلي او في الانديه الاخرى. اذا هنا اتخاذ القرار في هذا التوقيت اتخاذ قرار صحيح، والاهلي قادر على ان هو يقف على حيله من جديد. اما عمليه التغيير بقى الجذري في سواء الاستعانه بصفقات جديده او لاعبين جديد او عناصر داخل الجهاز الفني او فان الوقت لسه طويل ان هو الاهلي يختار عناصر جديده، وفي نفس الوقت يخطط لبطوله الدوري العام، لان بطوله الدوري العام هي البطوله المفضله لدى جماهير النادي الاهلي وعشاقه يعني زي ما بيقولوا. وبالتالي بقى كاس مصر والسوبر وكذا والبطولات اللي جايه. بمناسبه الكلام عن الدوري المصري الممتاز، 10 مباريات في 33 يوم، كل 3 ايام في مباراه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي مطالب ان هو يفوز بس. مفيش عنده فرصه ولا للتعادل ولا للخساره. شايف المرحله الجايه دي هتكون عامله ازاي؟ والله انا شايف ان طبعا الاهلي او اي حد بيتحط تحت ضغط يعني مفيش، ما بتقبلش الاسم على اتنين، يا نجاح يا فشل زي ما بيقول. لكن الاهلي التاريخ بيقول ان الاهلي ما بيقعدش كتير، ما بيفضلش كتير على هذه الحاله، بينتفض بسرعه، بيرجع بسرعه وينتفض بسرعه. انا شايف ان ضغط المباريات بالنسبه للاهلي لان عنده خبرات هيعدي منها بسهوله على غير اي انديه اخرى. لو نادي اخر لسه حديث العهد بكره القدم او حديث العهد بتكوين فريق نفسه هيبقى صعب عليه من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه كمان، لان كل 3-4 ايام مباراه، لا دي هتاثر عليهم بدنيا بشكل كبير. لكن الاهلي انا شايف كمان حتى مخطط الاحمال في الجهاز الفني هيتغير، هو اتغير خلاص. يعني اقصد ان في حد تاني جديد هيجي على هذه الحاله قادر ان هو برضه يبني بسرعه الناحيه البدنيه عند النادي الاهلي، لان عندهم الاساس موجود. فبالتالي هم بمجرد لو الاهلي كسب مباراه واثنين من العشر المباريات المؤجله، فدي هتديله اسبقيه وافضليه لتحقيق انجازات اكتر وتحقيق نتائج افضل. اكيد، في لان الاهلي يملك من الخبرات ان هو يتجاوز هذه المرحله، وفي نفس الوقت الفوز الانتصارات المتتاليه اللي معتاد عليها. باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي ودع جماهير النادي الاهلي برساله مؤثره جدا على تويتر،
وقال لهم ان هو سعيد وان هو حقق حلمه بوجوده في النادي الاهلي، واتمنى اكيد للنادي الاهلي الافضل فيما هو قادم. تقييمك ايه لباتريس كارتيرون كمدير فني للنادي الاهلي في المباريات اللي خاض فيها قياده النادي الاهلي؟ بصي، هو طبعا احنا ما شفناش مدير فني سابق قبل كده سواء اجنبي او محلي للنادي الاهلي ومشي واتكلم عن النادي الاهلي كلام مش كويس. ده دليل على ان هو كان مستحقاته كلها بياخدها، مستحقاته مش الماديه بس، يعني حتى امكانياته او قدراته نفسها. النادي الاهلي اداله كل حاجه، وفر له صحيح. كل السبل وكل الطرق لصنع الانجازات يعني. ولكن انا شايف ان يعني كارتيرون في الوقت ده ما كانش محظوظ مع النادي الاهلي. هو عمل كل اللي عليه وعمل بذل جهد، ولكن في المباريات الاخيره والحاسمه الحقيقه كان بس عليه بعض الملحوظات. واعتقد ان هو ما كانش بياخد راي معاونيه في هذه الملحوظات، خصوصا انها ملحوظات فنيه مش ملحوظات اداريه، لان طبعا كله كان موفر له كل السبل يعني. الملحوظات الفنيه ان هو برده كان بيدفع ببعض اللعيبه في بدايه المباريات، وهم كانوا من الافضل ان هو كان ينتظر بيهم على الدكه، يكونوا ورقه رابحه في وقت معين وهكذا. يعني انا شايف ان هو دفع ببعض الناس، وهقول امثله يعني زي اسلام محارب مثلا، محمد ميدو جابر، يعني في بعض الاسماء دي اللي عودت نفسها وتعودت وجماهيرها تعودت ان هم يشوفوهم على الاقل يشوفوهم في الشوط الثاني أو مع تغيير سير المباراه ومع تغيير الخطط بقينا نشوفهم في بدايه المباراه، مش عنصر او اتنين، لا ده كتير. هنقول هل هو كان مجبر لان كان عنده اصابات بسبب الغيابات والاصابات والحاجات دي؟ صحيح. يبقى اذا هنا انا بقول هو غير محظوظ عشان كده. فبالتالي هو الحظ ما ساعدوش، القدرات ما ساعدوش في نفس الوقت، وفي نفس الوقت الاهلي برضه كان محتاج فعلا عناصر متميزه جدا مع عنصر الاحلال والتجديد، والوقت كمان ما ساعدوش. واعتقد ان هو فعلا يعني هو يعني رسالته اللي وجهها للنادي الاهلي هو كان نفسي، معناها انه بيقول كان نفسي بس اكمل لنهايه الموسم. اكيد يعني. اكيد. طيب خليني اسالك، هل منطقي ان بطوله الدوري تفضل مستمره لسنه وشهر من شهر اغسطس لغايه شهر سبتمبر من العام القادم؟ 13 شهر. سنه وشهر. يعني دي ما حصلتش يعني في تاريخ، مش هقول في تاريخ الكره المصريه، دي في تاريخ الكره العالميه يعني. تفتكر يعني هل اتحاد الكوره تفاجئ بان هيكون في ارتباطات للانديه زي دي؟ هل ان البطوله العربيه تتعمل بشكل استثنائي في مواعيد متغيره في هذا الموسم؟ ايه اللي حصل عشان نشوف ان بطوله الدوري مستمره من شهر اغسطس لحد سبتمبر من العام المقبل؟ بصي، هو في اكتر من سبب. السبب الرئيسي طبعا هو البطوله العربيه اللي اتحشرت الجديده اللي اتحشرت كده في جدول المسابقات وجدول الدوري. طبعا دي اولا البطوله العربيه احنا كنا متعودين عليها ان هي كانت بطولات مجمعه او بطولات كانت بتنتهي في اسبوعين ثلاثه، دلوقتي دوري او بطوله رايح جاي وليها يعني ليها مكافئات عاليه جدا يمكن ليها حوافز أكبر عاليه جدا كمان من بطولة افريقيا. فدي اللي خلت ان هي بقت ليها الاولويات في المشاركه. طب ما دي برضو محتاجه وقت. اضف الى ذلك ان بعض الفرق الاخرى اصبح ليها دلوقتي مشاركات زي النادي المصري، زي سموحه، زي الاسماعيلي، كل الفرق دي، الاتحاد السكندري، اصبح كل دول بيشاركوا. طب بيشاركوا ده على حساب مين؟ على حساب الدوري وعلى حساب جدول الدوري. فبالتالي ده بلغه الكوره كده بهوقت منهم يعني. بهوقت بلغه الكوره كده بقى العمليه ما بقتش عارفين يلموها ازاي، وخصوصا صحيح. ان احنا مش متعودين على كل هذا الكم من البطولات والمسابقات سواء المحليه او الافريقيه او العربيه. طيب هل في راي حضرتك في اي حلول للجدول اللي احنا شايفينه ده المزدحم بالمباريات اللي هينتهي في سبتمبر القادم؟ ما انا احل ازاي وانا اصلا اتفاجئت بيه؟ انا احل لما اكون انا مخطط. انا مش مخطط. حضرتك شايف ان كان في سوء تخطيط طبعاً. من اتحاد الكوره لهذه البطوله او للموسم الحالي من الدوري المصري؟ هم لما اتفاجئوا
اصبح ان تسكين المباريات وتسكين المسابقات من الصعب بمكان ان هم ينفذوا. فبالتالي هم الله يكون في عونهم، هم طبعا هم مجبرين، مجبر اخاك لبطل يعني زي اكيد يقول. اكيد لكن معلش، هو الموضوع ده كله هيجي على النادي الاهلي في عمليه الضغط المباريات الكتير ده، وده يعني عذر بقى يعني، هو دايما البطل كده بيبقى يعني بيجي عليه دايما يعني. صحيح. عدد من اعضاء اتحاد الكوره طلعوا وصرحوا او لمحوا ان في احتماليه لالغاء الدوري الموسم الحالي. شايف الكلام ده ازاي؟ لا ما اعتقدش. هما يعني ايه، هو دايما اتحاد الكوره بيرمي بالونه اختبار كده دايما في جميع القرارات، زي لعيبه شمال افريقيا كده. ايوه بالظبط كده، فيروح رامي حاجه كده ويشوف ردود الافعال ايه. هو شايف ردود الافعال هيبقى صعب جدا، وخصوصا انه عندهم راعي للدوري وراعي للاتحاد والحاجات دي. فاذا هنا وده دافع دم خسائر استثماريه كبيره جداً طبعا جدا. وبعدين اتضح كمان ان هذا الراعي او هذه الشركه هي شركه محليه مصريه يعني. صحيح. مصريه يعني ما ينفعش ان احنا حتى ما يكون شركه مصريه نقف قدامها حتى ونضدها او نخذلها يعني زي ما بيقول. اكيد تتسبب كمان في ازمات كتير جدا، حتى القنوات الرياضيه اللي هيعملوا ايه قنوات الرياضه؟ ما كله بقى كله هيقعد بقى يعني تبقى ازمه كبيره. صحيح. ازمه كبيره جدا. خلي بالك، ما هو العمليه مش عمليه لعيبه بس، هو عمليه لقب منظومه كبيره جدا. منظومه كبيره جدا، من اول رؤساء مجالس ادارات الانديه مرورا بالاجهزه الفنيه ومرورا باللعيبه واسر اللعيبه هتخش كمان في قطاع الناشئين كمان. أكيد. منظومه كبيره قوي، لا ما حدش بصراحه هيقدر عليها يعني. طيب نتكلم بقى بشكل فني عن بطوله الدوري الممتاز للموسم الحالي. ايه الملامح الجديده اللي شايفها في الدوري الممتاز في الموسم الحالي؟ بص، انا شايف ان في فرق بصراحه يعني، يمكن انا وانا جاي في الطريق دلوقتي يعني تابعنا، اعتقد ان دي من افضل المباريات اللي اتعملت يعني، المقصه وانبي وتحويل النتيجه ومهرجان اهداف 4-3 للمقصه. 4-3 فده يخلي في لعيبه كويسه قوي. لا ما احنا عندنا لعيبه كويسه اهم. مين اللي لفت انتباهك في اللقاء ده؟ يمكن محمود وحيد في المقصه لعيب كويس قوي. محمد رمضان في لعيبه كويسه قوي بصراحه يا جماعه يعني، دي لو خدوا فرصتهم. وده اللي عمله اجيري بصراحه يعني، يمكن لما دفع باثنين ثلاث لعيبه من بعناصر جديده، لا بقى لينا شكل بقى. احنا بصي، هو احنا لما المدرب يتسم بالجراه في اتخاذ قرار ان هو يستعين بلاعب، ما هو لاعب بقى مش هيستعين بلاعب بس، ده هيستعين بلاعب واثنين وثلاثه في اكتر من مركز. لما يلعب محمد وحيد في مباراه تونس والناس كلها تقول ايه ده، مين ده اللي نازل ده؟ لا يبقى مدرب كويس، وخصوصا ان هو عامل اسيست جامد جدا من قبل مباراه تونس بيومين مع المنتخب الاولمبي لمحمد صادق في المباراه اللي كسبنا فيها في تونس. مكسبنا تونس المنتخب الاولمبي 1-0. لا ده لعيب جامد، لعيب جامد كويس. لما يلعب باهر المحمدي ويعتمد عليه كسرد باك، لا يبقى برده مدرب كويس. لما يديهم الاريحيه ويديهم الاريحيه الفنيه الهجوميه، لا يبقى مدرب كويس. انا شايف ان الدوري بس هو بيفتقد حتى الان للجماهيريه. الحقيقه الدوري لو اتسم بالجماهيريه هيبقى اقوى دوري ممكن على مستوى الشرق الاوسط. هل تتوقع رجوع الجمهور بالعدد الكامل في وقت قريب؟ لا لا اتوقع. بص، مباراة الزمالك والداخلية صحيح برضه ألقت بظلالها بصراحة يعني كل ما نتقدم خطوة وكل ما نشجع المسؤولين على ان هم يفتحوا عدد بعض الافراد للاسف يعني بيتسببوا ان احنا نرجع بدل الخطوة دي 2-3. هي دي بقى المشكلة. بس اقول لك على حاجة يعني، هو برضه دي بترجع لفطنة وذكاء المسؤول عن المباراة. يعني انا مثلا لو مراقب مباراة ما احطش جمهور الزمالك ورا دكة النادي، وانا بالبديهه كده انا وانا قبل ما يبدا المباراه وانا ببص كده، انا كمراقب المباراه ببص لجميع انحاء عناصر اللعبه في الملعب. خلاص، امال انا جاي ليه؟ جاي عشان اشوف. لا ما ينفعش احط جمهور المنافس ورا دكه الفريق، حاجه من الاثنين. يا اما بدل الدكه، وده طبعا صعب لو الا بموافقه الطرفين، يا اما بالامن، يا جماعه لو سمحتوا نقول للجمهور هنا. خلاص خلصت ومحدش حس بالمشكله. لكن احنا بنفتقد للعوامل يعني، حته
العناصر المؤثره في اللعبه. انا شايف ان سواء اللي هو مراقب المباريات، اللي منظم المباريات، الامن نفسه لازم يحاول ان هو برضو يساعد على التدفق الجماهيري في الفتره اللي جايه، لان بدون تدفق جماهيري في المدرجات مش هيبقى في متعه حقيقيه في كره القدم. اكيد اكيد طبعا. طيب كمان أزمة الحكام، تقنية الفار، هل هيكون في فار ولا مش هيكون في فار؟ لا الفار من الموسم اللي جاي، لا الفار من الدور اللي جاي، لا مفيش أصلا فلوس للفار. كلام كتير قوي عن التحكيم وعن أزماته وعن تقنية الفار، الناس كلهم فاكرين إن هي دي هتكون نجاة من المشاكل التحكيمية أو الكوارث التحكيمية اللي شهدها الموسم الحالي طبعا والمواسم اللي فاتت كلها. شايف الموضوع ده هيمشي إزاي؟ هل هيكون في فار ولا مش هيكون في فار؟ بصي أنا يعني أعلنتها من زمان بصراحة، يعني من رأيي الشخصي، إن كل ما احنا بنعمل عوامل مساعدة للحكم كل ما يبقى فيه فشل أكتر. ليه؟ أولا أنت بتشوش عليه بشكل كبير، الحكم لو هو داخل ومركز قوي في المباراة وما فيش حد بيعاونه، حتى لو هو ماسك لوحده الصفارة هيركز أكتر. لكن لما تحطي له حكم خامس وتحطي له فار وتحطي له حكم رابع وتحطي له مش عارف إيه، كل ده داخل يعني تركيزه، نسبة الكونسنتريشن عنده متوزعة، مش داخل بنسبة 100%، بالتالي أخطاء الحكم زادت. يعني أنت لو بصيت لأخطاء الحكم في زيادة، لو عملنا جملة إحصائية كده في الفترة في خلال سنة أو سنتين هتلاقي أخطاء التحكيم بتزيد مش بتقل. مع وجود حكام مساعدين جوه الملعب. بالظبط كده. لا ده كمان إيه؟ ده الحكام المساعدين نفسهم هم بيخطأوا. بس هي بتنجح في العالم كله، اشمعنى عندنا احنا يعني؟ ما اعرفش بقى يعني، هي بس محتاجه اولا ثقافه، محتاجه دورات تدريبيه للحكام اكيد مستمره كتير. لا وبعدين بقول لك على حاجه برضو، يعني معلش ممكن الناس برضو تاخدها بمحمل تاني، السماعه نفسها اللي بيستعملوها يعني استعمال سيء جدا نوعها مش يعني حتى مش ما بيجيبوش سماعات اللي هي الغاليه المحترمه، ساعات بتشوش ساعات بتقطع بينها وبين، يعني اسالي لو انت هتسالي كم حكم كده يقول لك ايه، احيانا بتشوش واحيانا الصوت بيروح، ما يصرفوا شويه تخيل ما تصرفوا يا جماعه. لا بيعتمدوا بقى على ايه؟ على الحاجات اللي هي جايه بقى من بره. الفيفا مثلا نجيب لهم منحه سماعات مش عارف ايه، لكن هم عشان يصرفوا يجيبوا سماعات ويجيبوا حاجات زي كده صعب جدا. انا بطالب بصراحه اتحاد الكوره والكابتن عصام عبد الفتاح ان هو يهتم بالموضوع ده بشكل كبير جدا، لان بتسبب كوارث. انت لو سالت حكم خامس واقف جنب العارضه يقول لك والله انا قلت له بس ما سمعنيش، اصل السماعه خروشت، السماعه مش تخيلي والله حصلت واكتر من حكم قال الكلام. طب ده دي بقى المشاكل والازمات اللي بنشوفها، وشفنا كمان كوارث في الدوري المصري الممتاز، منها كمان مباراه النادي الاهلي والانتاج اللي شفنا فيها يعني حاجات غريبه جدا ما بتتشافش في اي مكان تاني. خليني اسالك بقى عن دوري الدرجه الثانيه، عامل ازاي؟ ازمات التحكيميه بقى شكلها عامل ازاي؟ بصي هو طبعا في اخطاء تحكيميه برضو كتيره، بس ما بتاديش لان المباراه ممكن تلغى او المباراه مثلا فيها شوائب بشكل كبير، ولكن اخطاء الحقيقه هل بيكون عشان دي اكتر حاجه بقى احنا بنسمعها يعني واحنا بعيد الى حد ما عن مشاهده او متابعه الدوري الدرجه الثانيه، هل بيكون في ترهيب للحكام؟ هل لو المباراه دي ليها جمهور كبير بيبقوا الحكم بيبقى واقف جوه الملعب اللي هو بينه وما بين الجمهور 2-3 متر بيبقى خايف من الجمهور اللي ورا؟ بيحصل في ملاعب كتير الحقيقه. طبعا في ملاعب لازم تفتحوا الملف ده، ملف فيه ملاعب غير مطابقه للمواصفات وخصوصا في المناطق النائيه. يعني انا سمعت ان ساعات ممكن يكون في الملعب فرخه بتجري وحاجات بيحصل لا بس دلوقتي مش بيحصل زي الاول يعني بس بيحصل ان في عدد مش مسموح بيه بيخش في المدرجات بحجه بلطجه. لا مش بقول لك مش بلطجه، عايزين نسميها ان محب بيحبوا زياده عن اللزوم فرقتهم، لكن هنا في ملف شائك جدا. ايه هو؟ طب خلينا نروح للملف ده لكن بعد الفاصل ونرجع لحضرتكم مره ثانيه.
رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا وبنرجع مره تانية بنرحب باستاذ محمد باهي ناقد رياضي منورنا اكيد في كلام في الميديا. كنا بنتكلم عن ملف دوري الدرجه الثانيه المصري، كنا بنتكلم عن المشاكل اللي فيه وعن عدم اهليه بعض الملاعب انها تستقبل مباريات في الدوري المصري او في دوري الدرجه الاولى المصري. عايز اقول على راس هذه المشكلات او الازمات هو موافقه اتحاد الكره للدوري الممتاز بالدخول وله عدد معين من الجماهير الى المدرجات، ولم توافق حتى الان لدوري القسم الثاني. يعني الاختيارات اللي بتروح للمراقبين والحكام والمسؤولين عن المباريات بتقول لهم بدون جمهور حتى الان. يعني انت دلوقتي بقت فصلت كرة القدم كده بين الشمال والجنوب. شمال هو الدوري يعني في بعض المباريات في دوري الدرجة الثانية مش بعض المفروض انها كلها بدون جمهور، هي المفروض كلها بدون جمهور لكن دلوقتي في بعض المباريات بيدخل فيها جمهور بالزبط. وبعض الاخر بيدخلوا بقى الجمهور بيدخل ايه، بلطجة يعني؟ لا مش بلطجة. المشكلة ان في المحافظات في الاخر يقول لك ايه، خلاص طالما الامن موافق خلاص يبقى الدنيا تمشي. طيب هنا في فرق بين موافقات الامنيه في المحافظات. يعني زي مثلا في محافظه تقدر تامن هذه المباراه وبتوافق، وفي محافظه يعني ثانيه بتقول لا مش هقدر. لا الامن يقول لك لا مفيش جمهور هيخش حتى لو جمهور السويس. في سواج يقول لك ماشي انا اتحمل، في بني سويف يقول لك انا اتحمل الجمهور ويدخل. فده طبعا ممكن ده بيرجع مثلا للاستيعاب الامني في المنطقه دي. بالظبط. لا هو على القدره، على قدرة في التأمين، قدرة التأمين المزاجية والقدرة الإدارية في نفس الوقت ان هو يقدر يأمن ويقول لك خلاص على مسؤوليتي. وفي ناس يقول لك لا خلاص انا لا ما اتحملش. في الغربية يقول لك لا انا ما دخلش جمهور خالص ولا في الدقهلية انا ما اتحملش المسؤولية ويدخلش وممكن يظلم فرقته. وفي حين ان طب شايف الحل ايه؟ الحل يكون في قرار عام يدخل الجمهور يا ما يدخلش خالص. صراحه دي عشان مبدا تكافل الفرص. يعني مش معقول المنصوره تلعب على ملعب مثلا، بتلعب مثلا الاولمبي في الدور الاول على المنصوره في ملعب المنصوره بدون جمهور، ويجي يروح الدور الثاني في اسكندريه بجمهور. صحيح. فاذا هنا يبقى مفيش تكافؤ فرص. انا يبقى القرار يمشي على الجميع. دي اشكاليه طبعا دي بتواجهها الانديه في دوري القسم الثاني. التوقفات الكتير بقى، التوقفات الكتير طبعا هو كان سببها اولا مشاركات في كاس مصر، وطبعا كله خرج ما شاء الله، يعني كل انديه الكاس الثاني كله خرج. وفي نفس الوقت يقول لك ايه، اصل لو احنا ما عملناش توقفات والعمليه الدوري مشي باستمرار هيبطلوا بدري، هيخلصوا مصر في شهر 3. طب وبعدين يبدا الموسم الجديد في شهر 8، طب يقعدوا 5-6 اشهر في البيت. فطبعا هم اكيد طبعا ده اكل عيشهم سواء لعيبه او مدربين او كده. بيحصل توقف ده يمكن عشان الدوري الدرجه الاولى ده بيتعمل بنظام المجموعات. لكن من المفترض ان هو من الموسم اللي جاي هيتغير النظام. لا هو دلوقتي المفروض ان اتحاد الكره قال الموسم الجاي هيبقى مجموعه واحده، لكن خلاص النظام ده مش هيتم. مش كان في لجنه متشكله عشان الموضوع ده؟ ما هو اللجنه ادت توصياتها وفي الاخر اتحاد الكره ما اعترفتش بكلام اللجنه ورجعت للانديه فبعتت لهم اختيارات واختبار ابداء الراي، استماره ابداء الراي. فالانديه بدات تبعت لهم الشكل الامثل اللي المفروض الموسم الجاي يبقى ايه؟ هيبقى ثلاث مجموعات. ثلاث مجموعات بس كم فرقه في كل مجموعه؟ والصاعد ده هيتوقف كمان على قرار الصاعد من القسم الثالث للقسم الثاني، هل هو فرقه واحده ولا فرقتين ولا بالظبط ايه؟ لان كل ده برده لسه موضوع الثلاث مجموعات ده فيه لخبطه كتير. يعني مش سهل اي حد يقعد يفهمه وحسابات كتير. لا. ومين هينزل من هنا ومين هيطلع من هنا وايش معنى اللي ده اللي طلع. ما هو الموضوع كبير قوي. الموضوع سهل جدا جدا، مش كبير ولا حاجه. انت لو الثلاث مجموعات يصعد اول كل مجموعه للدوري الممتاز خلاص خلص. بس هو ده اللي بيحصل. هو ده اللي بيحصل اول كل مجموعه. لكن هي المشكله في ايه؟ المشكله كم واحد يهبط طب وكم واحد يصعد من الثالث عشان يبقى فبالتالي هيكونوا ثلاثة وثلاثة. بالظبط المفروض كده. هو هي دي المشكلة. وسهل جدا انك تعمل القسم الثالث تسع مجموعات يصعد تسعة يقسمها مع ثلاث مجموعات بقى ثلاثة وثلاثة وثلاثة ويبقى 18 فريق في كل مجموعة وخلص. لأن احنا طبيعتنا كمان في مصر ما ينفعش يا جماعة دلوقتي المجموعة الواحدة. ليه؟ لأن كل الفرق دي هتبقى من الشمال والجنوب والشرق والغرب واستهلاك
وقت واستهلاك جهد واستهلاك فلوس صعبي. فمحتاجه لا لسه بدري على مجموعه الواحده. طيب خليني اسالك، هل ظهرت ملامح المنافسه في الدوري الدرجه الاولى؟ بصي في الصعيد ظهرت ملامح بشكل كبير مبكرا بين فرقتين من دلوقتي، انا بقول فرقتين بني السويف واسوان، والكل اللي بعديهم بيعاني مشاكل زي التعدين والالومنيوم وسواج وكل الفرق دي عندهم مشاكل. يعني انا يعني من الصعيد يا بني السويف يا اسوان، بني السويف اسوان. القاهره بقى اللي مجموعه صعبه جدا جدا، رغم ان سيراميكا على القمه ومعاها طبعا اف سي مصر ومعاها كوكاكولا ومعاها الترسانه ومعاها القناه، هم دول الاقرب، ومعاهم النصر رغم ان النصر كان في متاخر جدا لكنه قادم بقوه، يعني يمكن منافسه سداسيه على الاقل على ان يحصل على بطاقه التاهل. من وجهه نظرك تتوقع مين اللي هنشوفه في النسخه القادمه من الدوري المصري الممتاز اللي هي ان شاء الله كمان سنه وشويه؟ انا اتوقع بالنسبه للمجموعه بتاعه القاهره سيراميكا او اف سي او النصر ثم الترسانه، دي يعني واحد من الاربعه دول. بالنسبه المجموعة الثالثة الرجاء ماشي بقوة جدا هو المنصورة، ولكن المنصورة لو ماشي بنفس القوة وعنده استقرار، عنده مجلس إدارة بيسانده وعنده إمكانيات ممكن يكمل، لكن اللي عنده إمكانيات دلوقتي هو الرجاء، هو اللي ماشي كويس، هو ودمنهور. يعني دمنهور بيتساوى مع المنصورة في حتة الإمكانيات، لو عندهم إمكانيات ممكن نفس القوة قوي. أنا بقول الرجاء، دمنهور، المنصورة، طنطا طبعا للاسف بعد عن المنافسه بدري ودخل بقى معاهم ابو قير في المنافسه، لكن انا بقول ان الرجاء بقوه السنه دي مع المنصوره ومع دمنهور، والاولمبي برضو قادم بشكل كبير. نتمنى ان شاء الله للافضل هو اللي يكون موجود ان شاء الله معانا في الدوري المصري الممتاز في النسخه القادمه اللي يمكن بقى في 2019 2020 ما حدش عارف هتبقى امتى. بشكرك جدا استاذ محمد باهي ناقد رياضي، نورتنا النهارده في كلام الميديا وفي قناه النادي الاهلي. بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره باذن الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.